هذا السؤال الذي يطرح نفسه والذي طرحته أنت على الأخ الكريم الذي كان معك عبر الأقمار في الجزء التلفزيوني من السعودية، إذا كان غادر يا سيدي الكريم، نحن اليوم لنكن صريحين أخي محمد، اليوم على مستوى محل صغير، خلينا نحكي بمنطق العقل، على مستوى محل صغير اليوم في أجهزة دي في آر وغيره وغيره تسجل وتحتفظ بالصور إلى مدى معين، فما بالك يا سيدي الكريم بقنصلية لدولة مثل السعودية لها من الوزن، يعني لنكن صريحين بصرف النظر، لها من الوزن إن كان دبلوماسيا أو اقتصاديا أو غيره أو غيره، يعني هذا كلام حقيقة، يعني كما يسميه العرب عذر أقبح من ذنب، يعني وهذه مصيبة كبرى عندما تقول في قنصلية في دولة في مدينة كبيرة مثل اسطنبول بتعقيداتها الأمنية، والله تقول لي الكاميرات معطلة أو الكاميرات لا تعمل، أو يعني هذا كلام باعتقادي للأسف لا يصب أبدا في مصلحة السعودية. طيب لكن على الإطلاق التأثير على العلاقات سريعا يا حسن، ما هو التأثير؟ التأثير يا سيدي للأسف التأثير إذا